تعالوا مع بعض نعمل الشوربه بتاعتنا بصلايه ناعمه اهي. انا ما بحطش فص الحشوه كتير. ايه يا ست الكل؟ مش بحط الحشوه كتير عشان ما تتفتحش مني. مظبوط، وده الصح وده الصح. استاذنك بالثوم ده؟ طبعا. ايوه شكرا. ثوم مطحون اهو. جاهز مفروم. فاطمه بقى لما بيجي الشهر الكريم احنا طبيعتنا بنعمل شويه سمبوسه، شويه قطايف، نلف شويه حاجات كبيبه. هل انت من اللي بيستقبل رمضان بتخزين الثلاجه؟ سؤال حلو ده. بحب ان احنا نجيب الحاجات اللي احنا نستخدمها في رمضان قبل رمضان. بس الحاجات بعملها فريش. انا بحب الاكل فريش جدا، يعني ما اقدرش اعمل مثلا السمبوسك واحطها مثلا في الفريزر او القطايف احطها في الفريزر، ما اعرفش. انا بحب الاكل الفريش على طول بيوم بيومه. بس ممكن اجيب مثلا القطايف بالذات. ماشي. لازم تبقى طريه كده ولسه معموله. حلو. والقطايف كل الشوربة المشروم بالكريمه. حمرت البصلايه في فاطمه اهي، شفتي خدت اللون ده كده، وما نحرقهاش، لازم تبقى صفرة. عارفه ليه؟ عشان ما تلونليش لون الكريمه. بالظبط. وننزل بالمشروم ده كده. شفت انا شاطره برضه اهو. لا برافو عليك. لا انا بشهد لك. لفه عامل تقفيله القطايف لفاطمه تتدرس. ميرسي شهاده. شوف شهاده دي. شهاده اعتز بيها. لا تسلم ايديك. زي الفل. وبعدين هتحمرها في الزيت دلوقتي تطلع مقرمشه معاكي زي الفل. انا عايزاها مقرمشه بقى. شيف علشان ايه؟ شفت المشروم ازاي؟ اقلبه وادوره مع البصله ياخد طعم البصله والتومه. قبل ما انزل عليه بالشوربه والكريمه اللباني. شفت اهي؟ بص اهي. انا عايزه بقى اتعلم منك شوربه المشروم. اهي اشوفك بتعملها ازاي. المشروم فيه ميزه وفيه لطافه، هو دايما صديق العيادات الغذائيه. طبعا. يعني دايما يقول لك عايز تعمل كل مشروم وكل بروكلي، الفيتامين بتاعه فيتامين محترم جدا. اللي هو البروتين النباتي الريتش بالمكونات بتاعته. طبعا. ننزل بالشوربه بتاعته زي الفل. اللهم صل على النبي. خلصت الشوربه. انت عامل بقى بوكيه جرنيه. كل حاجه هنا. آه. التفاصيل كلها هنا. كلها. بصله، تومه، كرفس، طماطم، حبهان، ورق لور. طبعا الشوربه بيغنيك عن ما تستخدميش مكسبات طعم تانية خالص. اوكي. هذه الشوربه نزودها شويه حليب يا ست الكل. وهيبقى عليها دقيق طبعا. لا هي مش هتاخد، هتاخد كريمه لباني. اوكي. انا عشان كده عايزه اعرف بقى بتعملها ازاي. شفت الشوربه دي؟ شفت جمال الشوربه؟ تحفه تحفه. طبعا انا بموت في الشوربه، بس انا بقى في رمضان لو كلت شوربه وسلطه على الفطار نخليها هنا كده، ما باكلش بعد كده. احنا دلوقتي هنحط ال استني بقى الزينه. الشوربه. الشوربه هي. اوكي. لا احنا هنحطها بقى. انا هجيب بقى ايه؟ البوله جبتها. ايوه. طيب غير كده الشوربه. تسلم ايدك. وريني بقى التقسيمه الحلوه الغير في الشوربه. هو احنا لو في البيت بقى هروح ادلقها على طول كده. هروح ادلقها كده ساده. لازم نبقى ايه؟ مش هينفع هنا في التلفزيون. فنحطها كده يا جماعه بالرقه كده والشياكه عشان ما نبهدلش الدنيا. ودي بقى احلى. لا خليني اعلمك حاجه حلوه. شوربه مشروم بالكريم. لازم هنا برضه عند الشيف المغازي في تركايه. بصي قول لي بقى. عايزه تغرفيها بالمغرفه؟ اعملي كده. بصي الحركه دي. شوف الحركه دي. يلا هوب. مفيش حاجه هتنزل من المغرفه. ايوه صح. ايوه شفت طلع استفيده حاجه اهو. لا ما انا جت علي. تاني تاني عينيا يا فندم. واحده كمان. بص اهي بص اهي. هي بتسقط كده. أيوة. اجي انا عامله كده الحركه دي كده اهي. ايوه اذا نقطه نزلت من المغرفه حاسبيني. مستحيل. ايوه فعلا. لا استنى اجرب. جرب. انا جرب. خلينا نتعلم يا شفيق. ارجوك. يلا. هي عماله تنقط يا جماعه مننا. أيوة. مستحيل. اعملي الحركه اللي بعملها. بس خلاص. ايه ده؟ ده سحر ده ولا ايه؟ ايوه. تسلم ايدك اهي. الشوربة؟ ولا ايوه انا كنت عايزه اعمل كده والله. الف هنا وشفا. ميرسي جدا. شوربة المشروب بالكريمة خلصت.